أهلا وسهلا بكم. الآن وصلنا للمرحلة التطبيقية من دورة أساسيات التصميم ببرنامج Inkscape. سنتعرف من خلالها أو من خلال أول درس فيها على أداة الدائرة وكيفية تعامل برنامج Inkscape مع الألوان بطريقة سطحية في هذا الدرس. كتطبيق سنعمل على تصميم ما أسميه بالفقاعات الكلامية، مثلا على هذا الشكل أو على هذا الشكل، لكن في آخر الدرس ستكون لكم المعارف الكافية لتصميم أشكال أكثر تعقيد وأكثر جمال، مثلا هذا الشعار هنا يمكن تصميمه فقط بالاعتماد على آلة الدائرة وكيفية التعامل مع الألوان. إذا نبدأ بفتح برنامج Inkscape. هنا على اليمين نجد شريط الأدوات، من خلاله يمكن اختيار أداة الدائرة، أقوم بالضغط في مساحة العمل وأقوم برسم شكل دائري كما أريد. إذا الشكل دائري وليس بالضرورة دائرة، مثلا هنا هذه ليست دائرة وإنما شكل بيضاوي. سأقوم بالتراجع عن العملية لأني أريد في هذا التصميم أريد دائرة. سأقوم بالتراجع عن طريق الضغط على Ctrl Z بالفرنسية، وسأضغط على زر Ctrl وأقوم برسم دائرة، لأقول Inkscape أريد دائرة وليس شكل بيضاوي، فستكون النتيجة كما تلاحظون بالضرورة في النهاية دائرة. إذا حصلت على دائرة، سأضغط على F1 أو بالضغط على هذا السهم هنا لأختارها. حين أقوم باختيارها يمكنني الآن أن أقوم بجرها لأي مكان في مساحة العمل. ولاحظ معي أني حين أقوم باختيارها تظهر هذه الأسهم محيطة بها. من خلال هذه الأسهم يمكن التحكم في حجم التصميم، يمكن التصغير، تصغير مثلا هنا العرض، يمكن تكبيره، أقوم بالتراجع عن العملية، يمكن من هنا نفس الشيء تصغير تكبير الارتفاع، أتراجع عن العملية، ومن الجوانب يمكن التصغير والتكبير مع الحفاظ على نسبية العرض والارتفاع. أنا أتراجع عن العملية لأبقى في الدائرة، ويمكن التراجع أو يعني إلغاء التراجع عن طريق الضغط على Ctrl Y Ctrl Y على هذا الشكل. إذن هذه الدائرة التي قمت بتصميمها. لو ضغطت مرة ثانية تتحول هذه الأسهم لأسهم تشير إلى دوران، من خلالها يمكن أن أقوم بإدارة الدائرة. في هذه الحالة الإدارة لن نرى مفعولها لأن لدينا دائرة، لكن في دروس قادمة سنعود لهذه التفاصيل أكثر. إذن حين قمت برسم دائرة يقوم Inkscape، برنامج Inkscape، بإعطائها لونين. الآن سنتحدث عن الألوان. يعطيها لون ملء، يمكن ملاحظة ذلك هنا في الأسفل، لدينا لون ملء في هذه الحالة هو لون رمادي، ولون ضربة الريشة هو لون الجوانب، في هذه الحالة لدي لون أسود. لنتعرف أكثر على الألوان سأقوم بإظهار شريط الألوان بالضغط على هذه الأيقونة، أيقونة الفرشاة، أو بتجميعة الأزرار Ctrl Shift F، هنا تلاحظون في أعلى هذه الشريط. إذن هذا هو شريط الألوان. هنا لدينا لون الملء، في هذه الحالة هو اللون الرمادي. هنا إمكانيات اختيار الألوان سنعود لها بالتفصيل في دروس قادمة، لكن في هذا الدرس سنكتفي بهذه عارضة الألوان الموجودة هنا أسفل. لدينا لون الملء، قلت هو لون ملء التصميم. لدينا لون طلاء ضربة الريشة هو لون الجوانب، في هذه الحالة لدي اللون الأسود. ولدي أسلوب ضربة الريشة هو يمكن من خلاله التحكم في إعدادات كحجم لون الجوانب وإعدادات أخرى خاصة بلون الجوانب. إذن في هذه الحالة في التصميم الذي أريد القيام به لا أريد أي لون للجوانب، لهذا سأقوم بالضغط على هذه العلامة، علامة الضرب، لحذف لون الجوانب. بالنسبة للون الملء يمكنني أن أختار لون من هنا، أي لون أريد. أنا سأختار لون رمادي فاتح على هذا الشكل. سأضغط مرة أخرى على الدائرة لتظهر أسهم التصغير. سأضغط على Ctrl وأقوم بالتصغير للحفاظ على نسبية العرض والارتفاع لأحافظ على شكل دائرة. سأقوم بجرها هنا، أقوم بالتصغير أكثر لأني أريد، مثلا حصلت على هذا الشكل، أقوم مثلا باختيار هذا اللون. الآن سأضيف لها جزء هنا يدل على أنها فقاعة كلامية، لذلك سأعمل على أداة بيزاير، هي هذه الأداة هنا، هي أداة تمكن من رسم تصاميم بالاعتماد على
مستقيمة، سنعود لها بتفصيل في دروس قادمة، في هذا الدرس سنتطرق لها بسطحية. إذا أقوم بالضغط بأداة بزير داخل الدائرة على هذا الشكل، أقوم بالضغط خارج الدائرة، أعود لي داخل الدائرة وأعود للنقطة التي انطلقت منها فأرسم مثلث. التصميم الآن هذا الجزء أقوم باختياره عن طريق الضغط على F1 أو على هذا السهم، له لون جوانب في هذه الحالة هو اللون الأسود وليس له لون ملء. لاحظ معي هنا هذا الخيار مفعل ولون الجوانب هو لون الأسود. إذن أنا لا أريد أن يكون له أي لون جوانب، سأقوم بحذفه. وبالنسبة للون الملء أريد أن يكون له نفس لون الدائرة، لذلك سأقوم باختيار هذا اللون. يمكن بنفس الطريقة التي رأينا بالنسبة للدائرة يمكن التحكم في حجم هذا الجزء عن طريق جره من الأسهم التي تظهر محيطة به. إذا انتهيت من الجزء الأول، الآن سأريد رسم دائرة أخرى، أو أقوم باختيار هذا الجزء، جره إلى هنا على هذا الشكل. إذا الآن سأقوم برسم دائرة أخرى، أضغط على Ctrl، أرسم دائرة أكبر مثلاً على هذا الشكل، أختار أضغط على F1، أقوم بجرها مثلاً إلى هنا، وأغير لونها إلى لون مختلف، مثلاً أنا سأختار هذا اللون، لماذا؟ يمكن أن تختاروا أي لون تريدون، أقوم بتصغيرها نوعاً ما، جرها لمكان مناسب على هذا الشكل. وسأضيف لها بنفس الطريقة هذا الجزء ليدل على أنها فقاعة كلمية. في هذه الحالة سأضيف في هذا الجزء على هذا الشكل، أعيد نفس العملية، أعطيه نفس لون الدائرة وأقوم بحذف لون الجوانب فأحصل على الشكل الثاني. الآن يمكنني أن أختار الجزء كاملا إما عن طريق التأشير عليه كاملا بالفأرة أو عن طريق الضغط على Ctrl A. يمكنني الآن أن أقوم بجره إلى أي مكان، يمكنني أن أقوم بتكبير التصميم كاملا تصغيره، ولاحظ أن جودة التصميم لا تتأثر أبدا. إذن الآن انتهيت من التصميم الذي أردت، فقاعة كلامية. سأضيف له هنا علامة استفهام فقط كي لا نتركه فارغا، ومن الأحسن أن نضيف نص، لكن لا نتطرق لكيفية التعامل مع النصوص الآن، سنراها في دروس قادمة بالتفصيل. إذا لأضيف نص أو في هذه الحالة علامة استفهام فقط، سأضغط على A، أضغط هنا وأكتب علامة استفهام على هذا الشكل، أعطيها لون أبيض، أتعامل معها بنفس الطريقة كما أتعامل مع أي تصميم آخر، كما تعاملت مع الدائرة مثلا. أقوم باختيارها بالضغط على F1 أو على هذا السهم، وأقوم بتكبيرها مثلا على هذا الشكل، فأكون انتهيت من أول تصميم لي فقاعة كلمية يمكن أن أستخدمها في مواضيع كأيقونات للأسئلة. إذا تعرفنا على الدائرة ومعلومات بسيطة عن الألوان، في دروس قادمة نتعرف على مواضيع أو أدوات أخرى إن شاء الله، دائما مع برنامج Inkscape. كما قلت الآن بواسطة الدائرة يمكنكم تصميم أشكال أكثر تعقيد وأكثر جمال، كما هو الحال بالنسبة لهذا الشعر. لن نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.